دونك هنا دابا غنمشيو نعطيو بزاف السيدات اللي كيسمعوا لنا واللي غيشيدوا يشاهدوا لا فيديو كذلك على الصفحه الرسميه تشاده والصفحات الرسميه لكل البرامج ديالنا هاد لي زاستيس اللي غتوريهم للسيدات باش يعرفوا لي بانسو اللي موجودين وكل وحده لاش كتليق شنو البانسو غتبدا لي من الصغير الكبير من الكبير الصغير نبدا لك من الكبير للصغير دونك بموجب لي بانسو اللي كيخدم بيهم هو عاده حيت كل واحد كيولف الحاجه ديالو ياك سينون غنقسموهم دو جروب باش تكون اسهل نعم تشوف لا كاميرا باش انك داكور دونك كاين هنا الجروب الكبير هاد لي بانسو ديال الوجه وهادو ديال العينين نعم لي بيتي ديتاي اللي كيكونوا وحدين اخرين نعم دونك هذا الكبير كاع كاريمون الباودر براش ديال لا بودغ نعم دونك هذا الكبير هذا كيكون ديال لا بودغ نقدروا نستعملوا به الكومباكت باودر كيف ما نقدروا نستعملوا به اللوز باودر دونك الكبير معروف ديال لا بودغ اللي كيكون صغر منه شويه حجما هذاك ديال البلاش ولكن بحالو بحالو, بحالو نفس التقسيم نفس الشكل غير واحد كيكون كبير واحد كيكون صغير هذه بزاف ديال الناس كيسولوا عليها لاش كتصلاح تكلم على بعدا نعطيك واحد لاستيس داكور هادي نورمالمون كنديروا بها كن هايلايت حتى الاخرين باش تبان ان الناس هادي دابا هادي ديال الهايلايت هايلايت دونك الهايلايت دونك نقدروا نستعملوا بها الهايلايت حتى ملي تكون عندنا اللوز باودر من تحت العين نقدروا نحيدوا بها اللوز باودر بحال هكا باش ما تجخلطش الوجه كامل دونك ديك البودغ اللي بغي كنديروها تحت العين باش ملي كنكونوا كنماكيو العين ديالنا ولا شي حاجه كنقدروا نحيدوه بها نحيدوا بها الزايد وهاد وكنديروا حتى الهايلايت انا كتشد واحد لاستيس دونك الا ما كانتش عندك ديك البانسون هادي بحال هكا دايره هكا كتقدر دير واحد الفيليل الفلاي اللي كنديرو كديري فيليل بحال هكا دونك تتنفاش شويه كتبغي ما تكونش بحال هادي لانها مصيبه ولكن تعطيك غير شويه تعطيك نفس لفي شويه شويه سينون كاين هادو ديال الفاونديشن الفوندوتان واللي كتكون صغيره بحال هذاك ديال لونتيسير انت هي دونك الاولى كنديروا بها نابليكيو بها على الوجه كامل اللي صغر تحت العين انا ما كنديرش ديريكتومون ما كنديرش باردون الفون دو تام بهاد لا بروس ديالو وكنخليه كيف ما هو باغ كونتر جو لابليك افيك ولكن كناخذ من بعد البيوتي بلندر وكنبدا نطبطب باش كتعطي واحد لفي بحال ما كاين والو دونك انت كدير غير كدير غير هكا غير الفون دو تام كديرو على الوجه بهاد البانسو كتخلط به اونفا الا كان تقدر تدمج الوان وشي حاجه ومن بعد كتاخذ الايبونج اولا اللي كدير هذا كنديروا فيها على الوجه ديالك البيوتي بلندر اللي ولات خارجه حتى هي موضه وشفناها كاينه جميع الالوان والاشكال الالوان وشفنا حتى ديال السيليكون اللي حاضره حتى هي دابا كاينه وشكون شكون انفع وشكون احسن وشكون اللي كتجيكم براتيك هي نورمالمون السيليكون ما كتهزش اون غروند كونتيتي من الفون دو ولكن ديال السيليكون ما كتعطيكش داك ليفي اللي كتعطيه لك البونج وديال السيليكون ماشي كلشي يقدر يستعملها انا شخصيا جربتها ما عجبتنيش وخ ما بقيتش كنستعملها نعم دونك اجي نكملوا في لي بانسو اش كاين اخر كاين هذا الصغير اللي كيكون بحال هذا ديال لونتي سيرن كونسيلر براش هادو ديال الكونتور كاين وحده كبيره وحده ديال صغيره صغيره ديال النويف وهاد راسك هادو اول مره كنشوفهم دونك هادو كلهم عرفتو اول مره كنشوف لان باش انا ملي غنجي ندير الكونتور للوجه غنبغي نمشي في شي حاجه اللي فان شي حاجه اللي رقيقه غتجيني لا دابا انا هذا بداك الشكل ديال هكا غنقول لا راك وراه دير شي حاجه اخرى لا لا ديري بحال هكا تحطي شويه من الباليت ديال الكونتور اللي عندك وهذه الصغيره ديال النيف والكبيره ديال لي جو والباقي الوجه نعم حقاش هذه الكبيره ما يمكنش تحطي على نيفك كامل دونك خاص نوريهم الناس باش انهم يعقلوا الشكل ديالهم كي داير هذه ديال الكونتور ديال الوجه هذه اللي بشكلها بالموف واخا حتى الالوان ديال الانف والاخرى اللي بالبيج والمارون ديال الوجه كامل كاينين باشكال غير المهم لا فورم يعقلوا عليها السيد اكزاكتومون هادوك منا ديال الوجه ككل هادشي اللي خاصو يكون عندك سيداتي سيدي الا بغيتي تشري الزوجه ديالك الميكاب خاصك تشري هاد لي بانسو هما الاولين حيت لا باز هي كلشي خاص يكون عندنا هما الماكياج فوالا واخا حنا كنخدموا بعض المرات بانسو واحد جوج كنخدموا بعض المغرب بصبعنا ولكن اي شادو براش نورمالمون كتكون فلات بحال هكا قاصحه ما كتكونش فلوي كتكون قاصحه وقصيره هادي كنحطوا بها هنا كنسميوها حنا هاد البوبيغ اللي اللي كتحرك موبيل اللي كتبدا موبيل هادي كتكون بحال هكا بحال هاد الشكل ما تقدرش تكون كبيره باسكو غتخرج لك على برا وما خصهاش تقدر تكون صغيره عاوتاني بحال هكا دونك هادي هادي قاصحه شويه ماشي ما بغيتش نقول شنو كاينين كاينين في دي باليت كيكونوا معاهم دي بانسو ديالهم
ولكن كتكون شويه رطبه، يعني ان الشعيرات تيبان لك انك ملي كتهز كتبان لك انها كتضيع لك اولا كتضيع لك. هذا كيكون بلاستيك ما كيكونش شعر طبيعي 100%. مزيان دونك هادو خاصهم يكونوا شعر طبيعي يعني ان تكون طبيعي. باش مع المده ما تبداش يتناثر لك، حيت بزاف السيدات كتقول لك انا خديت دي بانسو هذا وفي الاخر كنلقاهم انهم كتبدا تخلي لي الشعر على وجهي اولا شي حاجه، دونك خاصهم ياخذوا حتى المارك اولا الكاليتي تكون مزيانه. اكزاكتومون، حتى واحد القضيه واحده اخرى ملي كنجيو ننظفوهم ملي كيكون الشعر طبيعي كيتنظفوا فاسيلمون. باغ كونتر ملي كيكون الطريقه ديال التنظيف وشحال المده امتى نقدروا ننظفوا لي بانسو ديالنا باش نحافظوا عليهم. باغ كونتر ملي كيكونوا لي بروس ديالنا كيكون الشعر ديالهم اون بلاستيك راه ما كيتحيدوش بالديماكيون، داكشي كيبقى لاصق ويقدر يدير داي شي انفيكسيون ولا شي حاجه. دونك شفنا هذيك ديال ربما الفاغبيير الحجبان معروفه اون بوست ديال الحجبان، ولكن شفت هذه لا ندير لها بحال هكا حني راسها. انا كندير لها بحال هكا باش كتجيني فاسيلمون في الخدمه. طبق عليها باش فوالا هكا كتجي احسن. هكا تجي احسن من هكا ملي كتكون زعما ستريت. اها هكا كتجي احسن ملي كتقوصها كتجيك اسهل. باش انك تمشط بها الحجبان ديالك، كنمشطوا بها الحاجب هو الاول ثم ديك الساعه كنتخاصيو اولا كنشوفوا اشنو غنديروا من بعد. كنتخاصيو كوسا سوا كان عندنا الجيل ولا الباودر جيل ديال الاي بروز. كنستخدموا باردون هاد لابروس بحال هكا كتكون داير مايله. هادي باش كتعطينا فاسيلمون كيفاش نرسموا الحاجب. اجينا حتى الا بغينا نديروا ديك القضيه ديال سيل بارسيل كتاخذ شي شويه من الجيل بحال هكا ديريكت ستريت وكتبقاي ديري بحال هكا سيل بارسيل باش كيعطيك داك ليفي ديال شعره. نعم انا بلاتي شوف شنو الاستغلال. دونك في هذه ديال البانسون ديال الحاجب هنايا منين نبداو باش اننا نقادوا الحاجب ديالنا يجي بشكل مزيان. نورمالمون الحاجب كيبداوه من هاد لو بوين هذا نيشان، خصو يبدا من هنا باش كي في الوسط من هنا لو كوتي ديال العين كنخرجوا على برا كيعطينا فين خصو يكون، ومن هنا نخرجوا على برا عاوتاني من هاد الجهه كيعطينا لو فان ديالو. نعم دونك ولكن ها حنا دابا قدينا خدينا العبار. انا نقول لك خدي بغوص بحال هادي شويه الجيل وهاد الباودر غديري بحال هكا وغتعلمي هنا. غديري بحال هكا غتعلمي هنا هادي الوسطى الوسطى. وغديري بحال هكا غتعلمي هنا دونك فاسيلمون كتلصقي لي بوان. عرفتي اللي كان في المدرسه كيدير ديك القضيه ديال دوك النقاط ويرسم يكون متفوق. خصو يكون شويه الابداع ما تخليش داكشي مرصوب كيما هو. بصراحه دونك عندنا ثلاثه ديال لي بوان في الحجب ديالنا. الاولاني كنقادو به الفورما ديال الحجب من القدام، الثاني فين غيطلع الحجب ديالنا ديك التقويصه ديالو، والثالث لافان. مزيان دونك كنتمنى السيدات ملي يشوفوا لا فيديو انهم تاهما يفهموا معنا، لان كاين بزاف السيدات كيبغيو يقادوا الحجبان ديالهم واخا يكون ديجا ما مرها نقصات ومع مره قصت فيهم، لان ماشي ملي كنشوف انا الحجبان ملي كنشوف ناتشورال اكثر ما هو داك اللي منقي بزاف 100%. مزيان دونك شنو البانسو الاخر اللي نهضروا عليه عاود؟ هايلايت. هذا ديال الهايلايت كيكون فلوي شويه ما كيكونش خصو يكون كبير بزاف، صغير بحال هكا. وحنا درنا واحد هذاك شنو الفرق؟ هذا اللي باش تعطي الاضاءه فوق الحاجب. سينو كيف ما قلت لك كنحيدوا بهم اللوس باودر. هذا ديال هنا هاد البلاصه الصغيره لي بوميت البلاصه اللي هذا فوق الحاجب فوق الوجنتين الحنيكات ديالنا. هذا كيكون فلوي شويه باسكو ما كنبغيوش داك الهايلايت اللي كيكون باين خط، كنبغيو شي حاجه تندمج فاسيلمون. كنحطوا عليه الفيكساتور دو مارياج شويه ديال الهايلايت وكديري غير بحال هكا شويه من هنا سي بون. البلاصه اللي كنبغيو نبرزوها اكزاكتومون دونك بلاصه في الانف على حسب الانف ديالك واش رقيق واش هذا كتحاول تحط في البلاصه المناسبه وهذا. نعم باقي لنا وحدين اخرين هادو غادي هما نفس الشرح ولكن كل وحده ولو غول ديالها. نعم هادو كنسميهم البلاندين براش. كاينين كيف ما شفتي بالاحجام، كاينه الصغيره الموين الكبيره ولكن نفس لافورم. نفس لافورم هادي الصغيره نقدروا نديروا بها من التحت هنا، سينو الا بغينا نديرو باغ اكزومبل ان لوك اللي ما غاديش يكون بلاندي بزاف غيكون ان تري باين. نعم كنديروه بالصغيره، كل ما كبرنا كل ما كنبلانديو. دونك الصغيره كتخلي لك الخط مرسوم، باغ كونتر هذه لا موين كتبلانديه واحد شويه، باغ كونتر الكبيره اكزاكتومون الدمج صباح وانا نقلب عليها ما تخاف. باغ كونتر الكبيره كدمج وكتخرج على برا وكتعطي داك ليفي سموكي شويه. دونك هذه كندمجوا بها الالوان اللي كنديروا فوق العين ديالنا اكزاكتومون بالاحجام اللي بغينا. كاين اللي بغينا شويه فان بغينا رقيق شويه فين اولا بغيناه شويه يبان اكثر
دونك مزيان دونك ثلاثه ديال لي بانسو خاصهم يكونوا هادو خاصهم يكونوا دونك هادشي كاع اللي قلنا خاصهم يكونوا عندنا حنا النساء هادو انا حاولت نجيب لك غير لي براش اللي كيتستعملوا زعما بشكل اللي هو كاين اللي كيتستعمل يومي كاين اللي كيتستعمل في مناسبات ولكن خاصهم يكونوا كاملين خاصهم يكونوا هادو هادو بلاش سي هادي الايلاينر براش معروفه رقيقه بحال هكا كناخذوا بها ايلاينر وكنتراسيو به نعم كاينه اللي كتجي ستريت وكاين اللي كتجي عاوجه بحال لو تروك ديال الحجبان ديال الحجبان على حسب كل واحد انا جو بريفير هادو اللي كيكونوا عاوجين باسكو كيجيوني ساليين في الرسمه اه كتكون معوطه على حسب شكل العين اكزاكتومون هادي كنديروا بها الايلاينر كتدخل هاد التعويجه كتدخلها هنا وكتبداي وكتخرجي نعم اجي للايلاينر بزاف الناس ما كيعرفوش يطبقوا هنا صراحه انا صبغي لان ما عنديش العين عندي العين مبطنه صبغي دابا منفوخه شويه ولكن معليش عندي العين مبطنه فبالتالي ما كيصدقش لي الايلاينر اولا ما كنعرفش نديرو مزيان اولا بينو اي حاجه دونك هنا كيفاش ننجحوا الايلاينر وكيفاش يمكن نطبقوا بهذا الطريقه بهذا البانسو هذا اللي بان لي غريب عجيب شوف الايلاينر العين المبطنه ديجا باش نجيو نديرو ليها ايلاينر بوحدو راه امبوسيبل شكرا نعم ما نكذبش عليك العين المبطنه باش نحطوا ليها ايلاينر عندها واحد لا تكنيك في الاي شادو كنحاولوا نديرو ان كونتورين ديال الاي شادو يكون هنا الفونسي وهنا الكلير باش كيبان اكزاكتومون في هاد لوكا هذا نقدروا نستعملوا الايلاينر والايلاينر خصو ما يكونش غليظ بزاف ديجا العين بتنقص يكون ان تري ايلاينر تري فان منين بدا اللي ما كيعرفش بحالك شكرا 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 هياخذ ان مورسو ديال سكوتش هادشي هاد المورسو ديال السكوتش وهادي شفنا بزاف ديال الفيديو شفنا بزاف السيدات كيديروها ولكن راه فريمون راه ماشي سهله هادي راه اسهل استوس راه كتبان سهله انا نقول لك جربت كتبان سهله شوف جميله غير براتيك واخا يلا عدي المره الاولى الثانيه تعلم غنجربوها غنجربوها دابا صامت غتاخذي ان تخي ديال السكوتش غتحطيه هنا على حسب فتحة العين في الفتحه ديال العين وعلى حسب انت الايلاينر كيفاش بغيتيه يكون واش طالع واش الاي كايت واش نازل شويه على حسب العينين واش شينويين واش فهمتيني ما كنهضرش عليك احنا كنهضر على العين بطلقه ولا جميله دونك نهضر عليك نحط السكوتش غادي ناخذ الجيل ايلاينر نبداو بالرسمه العين من برا اييه غنقادوها مزيان هي اصلا في السكوتش ما يخليهاش تنزل عتجي ستريت عتجي قاده ابخي غندخلو من برا غادي كنديروا خط من هنا وكنعاودوا نرجعوا من هنا اكزاكتومون حتى المومو ديال العين اها غير حتى الوسط العين اه صافي هذا هو العين بطنه ما خصهاش الايلاينر اللي كيبدا من مدمع العين غير هنا غير في الوسط اه المهم انا غنجرب ونرد عليكم الاخبار دونك هادي مزيانه وهادي كاع للسيدات وهاد القضيه كتنفع حتى للسيدات اللي ربما العين ديالهم عندهم مساحه انا حيت واخا مبطنه كاينه عندي مساحه دونك هنا واخا كتنفعهم هاد القضيه بزاف غير هما غيكملوا حتى المدمع ديال العين اه مزيان ويبداو دائما بالحاجه السهله السكوتش اه اسهل منها ما كاين لحقاش السكوتش ما كيخليش لك المكياج والايلاينر ينزل لتحت ما كيوسخش لك نعم. ملي كتحيدو كيبقى ديك البلاصه نقيه نقيه مزيان شنو البانسو اخر اللي باقي لنا دونك كاين هذا ديال الغوج ا ليفغ انا parmi les personnes اللي كيعجبني نخدم لي غوج ا ليفغ بلي بانسو احسن من ديريكتومون من سي كيسيون ديجيان وفي نفس الوقت بالبانسو كتحكم فيه كتحكم في الرسمه اكثر نعم كاين هذا اللي كيجي فلات وقاصح في نفس الوقت كيجي بحال هكا اييه عريض وجاي وكيتجمع هذا كنديروه من تحت الحاجب ملي كنرسموا الحاجب كناخذوا شويه ديال الكونسيلر اكزاكتومون وكننقيو به انا حيت هذا كيدار تحت الحاجب فوق الحاجب الا رسمنا اكزاكتومون تحت الحاجب ولا فوق الحاجب باش تنقي به سينو هاد جوج هما راه برسك بحال بحال صوف كو واحد رقيق وقاصح وواحد شويه فلوي هادو ديال تحت العين كيف حيت هادو غادي نقرب حتى اللي كنرسموا بهم الحاجب غادي اللي كنرسموا به الحاجب كيكون عوج مايل هذا مقاد هادو مقادين هادو بحال هاد السيستيم هذا هادو ديال الاي شادو من الفوق وهادو ديال التحت الا بغينا نحطوا ان تري باين كنديروه بهادي اللي فلات ورقيقه اذا بغينا نديروا سموكي من التحت كنديروه بهادي اللي فلات وشويه واسعه نعم دونك شفنا لي بانسو اللي خاص السيدات تكون عندك فلاتروس ديالك ديال الميك اب كاين اللي كتخدمي به شاك جوغ كاين اللي كتخدمي فيه بمناسبه السيدات اللي تيبغيو يتعلموا كلشي هادشي حتى لهنايا تري بيان مزيان لان فريمون بزاف كنشوفوا بزاف لي بانسو ما كنعرفوش لاش كيليق ملي كنشريو هذا كنشريوها كامله
وكنصدقوا مستعملين فيها زوج او ثلاثه وما تبقى كيضيع. على هذا الموضوع اللي قلتي لي دابا مزيان من اللي قلتيه، كيشريوا لا باليت كامله، هذيك لا باليت كامله انا عمري ما كنصح بها شي حد يشريها. اول حاجه لا ماتيغ ولا لا تيكستور ديال الشعر ديال لي بانسو ما كتكونش ناتوريل، كيكونوا بلاستيك. انا جو بريفير يشريو كل حاجه بوحدها، كيف ما قلتي لي توتالور انتيا كتشوفي عندي بزاف ديال الالوان باسكو كل وحده ولا مارك، كل وحده كتاخذ في نوعيه معينه وكتاخذ بالشكل اللي بغيتي. باش نحافظوا عليهم ونقيوهم شحال المده باش اننا نمشيو نغسلوا لي بانسو ديالنا اولا نقيوهم؟ ابري شاك يوتيليزاسيون. بالنسبه لي انا اوطون كو ميك اب ارتست باسكو ما يمكنش نستعملك لي بروس عندك ونستعملهم عند واحده اخرى. باغ كونط خصيده في الدار اذا كانوا ديالها اون فوا بار سيمين. وكيفاش باش نغسلوهم؟ دي ماكيو اولا شي كاين شي ماشي دي ماكيو، كاين ان نيتوايون بور سبيسيالمون بور لي سورسيل، pardon pour les pinceaux. Une fois ملي كتحطيه داكشي اوتوماتيكمون كينزل. نعم صافي، ومن بعد كنشفوهم شي حاجه فويطا كتمسحيهم بحال هكا وتخليهم يتشمشوا مزيان ياخذوا اللون. دونك مزيان حتى لهنا ميمو، مشكور بزاف على بعدا على هاد النصائح وهاد الطريقه اللي وريتينا وعلمتينا صراحه كل بانسو علاش كيليق باش هكا السيدات ينجحوا الميك اب ديالهم.